الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فقد حاول أهل الباطل، أهل الافتراء، أهل البهتان أن يفتوا في عضد الأمة في المواقف الصعبة في تاريخنا كله، حتى على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول المنافقون وضعاف النفوس أن يفتوا في عضد المؤمنين، وأشاع الكفار الشائعات وأشاعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل أكثر من مرة في غزوة أحد، أشاعوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قتل، حتى يفتوا في عضد الجيش في عضد أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا على درجة من الوعي والإيمان تجعلهم يتنبهون لأراجيف المرجفين وشائعات المضللين. وفي غزوة حنين أيضا قالوا إن رسول الله قد قتل، وهنا وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعد غزوة أحد أيضا في حمراء الأسد أشعوا أن قريش قد جمعت جيشا كبيرا، وأن أبا سفيان قد جاء بجيش ضخم وبمدد جديد ليجهز على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وينهي أمر المسلمين. وهنا وقف المؤمنون الصامدون كالجبال الشامخة، حيث يصور ذلك القرآن الكريم فيقول الحق سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. حذرنا القرآن الكريم من أن نسير خلف أهل الباطل وخلف المرجفين والكذابين الذين يأتون بالأنباء الكاذبة ويبثون الشائعات والأراجيف. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه تعقيبا على ما كان تعقيبا على الحديث عن حادثة الإفك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بين لنا أن الشائعات وأن الأراجيف وأن الأكاذيب وأن الافتراءات من خطوات الشيطان، ونهانا أن نسير خلفها وأن نتبع خطوات الشيطان. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وشياطين الإنس أشد من شياطين الجن، وقد قدم القرآن شياطين الجن الذين يرمون الأراجيف والشائعات والأكاذيب، فقال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. فقدم شياطين الإنس لأن شرهم أشد. ويقول سبحانه منبها لنا عن أن نخوض في الأعراض: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وكذلك الذين يرمون البراء الأعفاء بدون حق: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات أو يرمون المؤمنين بما هم منه براء ماذا؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما كذبوا وبما افتروا وأيديهم بما اقترفوا وأرجلهم بما سعوا إليه
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وسيأتي اليوم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل والخطأ والافتراء والكذب والأرجيف، وأن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.